للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا على الهواء مباشرة دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. دكتور أشرف، إلى أين وصلنا في تنسيق هذا الأمر واللغط الدائر حتى الآن أو بعد صدور القرار من محافظة القاهرة بقيمة مالية محددة للتصوير في أي شارع من شوارع القاهرة؟ لا، أولا برحب بحضرتك وبشكر معالي المحافظ فارس عبد العال، لانه الحقيقه تفاهم واستجاب سريعا. نعم. وقعدنا ويعني ابدى استعداده ودعمه الكامل لصناع السينما وصناع الدراما، وهيعيد نظر تماما ويبقى في اعاده تقييم لكل المسائل الماليه دي. نعم. بحيث ان احنا ما نبقاش عائق للصناعه او للسينما والاعمال الفنيه، والتفرقه بقى بين ما هو اعلان وبين ما هو دراما وبين ما هو افلام سينمائيه محتاجين ان احنا نقف معاها، لان مصر طبعا يعني رائده في صناعه السينما، واحنا يعني كنا التانيين، يعني صناعه السينما كانت الثانيه بعد القطن يعني على المستوى الناتج القومي. دور السينما كقوه ناعمه في الفتره القادمه. فسياده المحافظ ابدى استعداده الكامل لدعم الصناعه واعاده النظر واعاده تقييم كل المسائل الماليه دي بما يتفق مع يعني ظروف العمليه الانتاجيه. نعم. دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يعني إن شاء الله هذه المشكلة في سبيلها إلى الحل، أم هناك بعض التخوفات مثلا من النقابة في أمور أخرى مثلا تود طرحها داخل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب؟ لا 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 خالص، هو سيادته يعني أنهى الموضوع تماما، والمسائل هتبقى في إعادة تقييم بما يتفق. يعني إحنا مش ضد إن إحنا ندفع، لكن ندفع يعني قيمة يعني رمزية أو قيمة بسيطة عشان نقدر نساعد الصناعة. نعم. احنا مش بنعوق الصناعه وبنعرق الصناعه، هو سيادته تفاهم ده تماما وهو معانا تماما، لكن هو عايز يفرق بين ما هو ماده تجاريه اعلان، غير انما احنا صناعه السينما وصناعه الدراما تحديدا يعني كل الدعم ليها من قبل الدوله، ولعل بعد يعني مداخله سياده الرئيس واعلان ودعم الصناعه. نعم. ودعم الاعمال ودعم الاعمال الفنيه لدعم مصر. مفيش كلام تاني يتقال طبعا. فهي يعني احنا مش ضد ان احنا ندفع رسوم، ولكن هتبقى رسوم يعني بسيطه او رسوم رمزيه، برضو احنا بنساعد في يعني تطوير المرفق العام وتطوير يعني الـ 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 الاحياء وتطوير الشوارع لانها نستهلكها، لكن هتبقى يعني في قيمه تتفق مع يعني انجازات الاعمال الفنيه والدراميه. نعم. دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه، شكرا جزيلا لك.